كنا سلمان حديثنا في الجزء الأول عن الحدث الأهم إنسانيا وثقافيا، نتحدث عن المهرجان الوطني للثقافة والفنون الجنادرية، الحدث اللي نذكر أنه الأضخم على مستوى الشرق الأوسط وأيضا في المملكة العربية السعودية. في هذه الأثناء افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أجنحة مهرجان الجنادرية وانطلاق فعالية الدورة 33 من المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية. ويعد الجنادرية أكبر مهرجان تراثي سعودي وواحد من أشهر المهرجانات الثقافية في العالم، ويشارك سنويا في الفعاليات الإمارات وسلطنة عمان والبحرين والكويت ومصر. وسيكون ضيف شرف المهرجان في هذا العام دولة إندونيسيا، وستبدأ الفعاليات بسباق الهجن التراثي الكبير الذي يحضره سنويا كبار الشخصيات من دول العالم. تحتضن الجنادرية على مدى 3 أسابيع النسخة 33 لمهرجان التراث والثقافة، ويعد مهرجان الجنادرية الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني كل عام مناسبة تاريخية وطنية في مجال الثقافة والتراث والفنون الإبداعية، ومؤشرا عميقا على اهتمام قيادة المملكة بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة وحفظها للأجيال القادمة. وتضم قرية الجنادرية بين جنباتها مجمعا لكل منطقة من مناطق المملكة، إضافة إلى ممثلي الوزارات الحكومية والأهلية، حيث تعرض كل منطقة من مناطق المملكة ما يميزها من صناعات يدوية وحرف تقليدية قديمة، إضافة إلى ما تشتهر به كل منطقة من مأكولات شعبية ورقصات فلكلورية تعد عنصر جذب للجمهور. كما تحاكي الجنادرية حياة المواطن السعودي قديما، وتقدم نماذج لهذه الحياة البدائية كطريق الزراعة وجلب الماء من السواني وحرث الأرض. كما تحتوي الجنادرية على القرية والسوق الشعبي، إضافة إلى عروض الفنون الشعبية، فضلا إلى الأوبريت المصاحب للمهرجان وسباق الهجن الكبير الذي يجذب عشاق هذه الرياضة من المملكة وخارجها. بالتأكيد أنه مساحة هذا الحدث الكبير اليوم نتحدث عن هذا الافتتاح لهذا المهرجان العريق، الواجهة الثقافية للمملكة العربية السعودية التي تجتمع بها العديد من الحضارات، وتقدم أيضا المملكة العربية السعودية بكافة مناطقها وأيضا كافة ثقافتها الغنية. للحديث أكثر ينضم إلي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرحمن الناصر. أستاذ عبد الرحمن مساء الخير وحياك الله في الراصد. أهلا مساء النور. يعني الحديث عن الجنادرية بكل تأكيد الكل زار وعنده فكرة عن هذا المهرجان، دائما وأبدا ما يكون هناك مختلف وأيضا يكون هناك تطوير. خلنا نبدأ من الخلفية الثقافية للجنادرية منذ الإنشاء حتى يومنا هذا، كيف ترى مشهد هذا العرس الثقافي الكبير؟ أول شيء لازم نعترف أنه هذا المهرجان الآن أصبح مهرجان عالمي، وبلا شك أنه هو رصد للثقافات والحضارات اللي داخل المملكة العربية السعودية، وإظهارها من جديد وترسيخها في أذهان الأجيال. يعني إحنا جيلنا معظم اللي مر علينا ما شفنا له في الجنادرية، وهذه إحدى القيم اللي يقدمها هذا المهرجان الكبير. أضف إلى ذلك أنه دائما الاطلاع على ما يحدث إقليميا، ثم يصيغها كواجهة ثقافية من داخل المهرجان، وهذا دليل أنه أصبح من المهرجانات اللي المستهدفة على المستوى العالمي. يعني اليوم احنا نشوف ضيف الشرف اندونيسيا. رائع، نقطة مهمة بتوقف عندها بحولها أيضا لضيفنا اللي ينضم إلينا الآن من استوديوهاتنا في الدمام الكاتب الصحفي الأستاذ ماهر البواردي. أستاذ ماهر حياك الله. يا هلا وسهلا ومرحبا بكم في عرس الوطن السنوي.
الله يحييك أستاذ. من أسعد الأيام الجنادرية على فكرة. طبعا طبعا، يعني أكيد أنه يكون هناك أيضا نشاط كبير حتى على الجانب الإنساني داخل المملكة العربية السعودية، فعالية مثل الجنادرية ونشوف الإقبال عليها، بنتطرق لها المواضيع. لكن توقفت بالحديث عند نقطة مهمة من الأستاذ عبد الرحمن الناصر، أنه الجنادرية حدث عالمي، نتحدث عن مهرجان عالمي أصبح أيضا يستقطف كافة طبعا الثقافات المختلفة داخل المكان المخصص لهذا المهرجان، إضافة إلى نقطة ذكرها الأستاذ عبد الرحمن وتحدث أنها توثيق لمراحل التنمية الإنسانية للسعوديين داخل هذا المهرجان، داخل هذا المهرجان بمعنى أنه الواحد أصبح يعرف تاريخه مشاهدة ومعايشة داخل هذا المهرجان. تعليقك على هاتين النقطتين. المهرجان من بدأ 1405 وعصرته من بدايته إلى الآن هو ربط الجيل ورجيل ورجيل بموروث الدولة عبر ثلاث قرون. نعم. من موروث شعبي أو أدبي أو ثقافي أو فني أو سياسي، هو امتداد جميل جدا لربط الأجداد بالأحفاد والقضية تمشي. الآن هو ليس بعالمي، هو حيكون حدث استثنائي. أنا توقعاتي للجنادرية في 2030 حينافس إكسبو إذا صح التقدير، لأنه التوسع والتطوير اللي قاعد يحدث فيه الحالي يمكن أنه يجعل هذا المهرجان حدث عالمي يوضع على أجندة الأمم المتحدة أو اليونسكو، وله زيارات وله كذا، وأتوقع أنه يمتد. جيد. هو يرصد ويسجل، وهذا أهم شيء إحنا نفتخر فيه كسعوديين، أنه عندنا تاريخ عميق جدا يمتد لأكثر من ثلاث قرون. إحنا نستعرضها هنا بشكل مبسط، نقول للعالم هذه السعودية. نعم. هذا شعبها، هذا الماضي اللي أنتم ما شفتوه هذا حاضرها. كنا هكذا وأصبحنا الآن على ما ترون، وفي المستقبل عندنا شيء أجمل. فالجنادرية من أعظم المهرجانات اللي أنا أروح فيها سنويا. جيد جيد. أستاذ عبد الرحمن، يعني نقطة أيضا تحدث فيها الأستاذ ماهر، أنه هناك توسع في هذا المهرجان لأن يأخذ مساحة أكبر من حيث الاهتمام العالمي. إذا ما ارتكزنا على المهرجان منذ البداية وحتى ما وصل إليه العام، إحنا كل سنة نشاهد نقلة نوعية من ناحية التنظيم ومن ناحية محتوى أيضا المهرجان. كيف يمكن أن توصف هذه التجربة أيضا من خلال اهتمام المملكة العربية السعودية بالقيمة الثقافية ومن خلال تحقيقها بمثل هذا المهرجان الضخم؟ شوف، هو بلا شك أنه يتطور من, نعم. من, 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 من فترة إلى فترة، أو من خلينا نقول من سنة إلى سنة. لكن في الثلاث سنوات أو الأربع سنوات الأخيرة لا، قفزات حقيقة، وهذه مشهودة. لكن واقع المهرجان هو زي ما تكلمنا سابقا، أنه رصد تاريخي لهذا المجتمع. نعم. ولإبراز ثقافاته وحضاراته. ولا ننسى أنه المملكة العربية السعودية يعني لها حضارات في الشرق وحضارات ومتعددة الثقافات في الغرب، يعني متعددة الثقافات. نعم. وكل هذه الثقافات تبرز في هذا المهرجان. جيد. والآن نشاهد أيضا بث حي ومباشر لحفل الافتتاح بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز والعديد من قادات الدول بكل تأكيد لهذا المهرجان، هذه التظاهرة، هذا العرس الثقافي الكبير من خلال جنادرية لنعتز بهذه القيمة الكبيرة اللي نقدمها للعالم ثقافيا من خلال رصد وتوثيق حضارة الإنسان السعودي بمختلف طبعا الثقافات. وهنا الملك يكرم ودائما وأبدا هذا المحفل والعديد من المحافل، ما يكون هناك مساحة للتكريم ومساحة للتقدير للمنجزين وأيضا المبدعين. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين القريب دائما وأبدا من أبنائه، القريب من مشاركتهم بالأفراح وأيضا بالإنجازات، بكل تأكيد أنه دافع للمزيد من التقدم. وإحنا اليوم أيضا مثل ما نرصد هذه الصور ونعمل بكل تأكيد على إبراز هذه المشاهد اللي نعتز بها بكل تأكيد، لأنه إحنا نتحدث عن مشهد ثقافي عظيم يعود بكل تأكيد للجوانب الإنسانية للإنسان السعودي الغني بثقافته طبعا التاريخية والغني بتاريخه المجيد بكل تأكيد. عودة إليك أستاذ عبد الرحمن، يعني بكل تأكيد الآن يقام الحفل وبمختلف فقراته، أبرة الجنادرية أستاذ عبد الرحمن.
الجانب الفني أكيد أنه قصة خالدة منذ التاريخ، حتى فقرة الإلقاء الشعري، ونعرف طبعا شعراء اعتلوا منصة الجنادرية ووصلوا إلى الجمهور، أصبحت الجنادرية على المستوى الفني تقدم، أو خلينا نقول موعد منتظر سنويا لتقديم مادة وطنية. طبعا يحصل فيها ترى سباق إعلامي اليوم، بنشوف عكس ما كنا نتابع في السنوات الأخيرة، أوبريت مختلف، ديو بين محمد عبدو وراشد، الملحن كبير، نعم بلا شك موسيقار، حضور للنخب الفنية طبعا، وحتى اللي كاتب الأوبريت يعتبر أديب معي، إضافة إلى ذلك مشاركة السنة هذه أعتقد فهد عافت كتب أوبريت، طبعا الشاعر العذب الأستاذ في مجاله بكل تأكيد وجه له التحية، هو من كتب أيضا مساحة يعني ما نشوف هناك احتكار، هناك مساحة للشعراء المتميزين والنخب في الحضور. بالضبط، إضافة إلى ذلك مشاركة فنان كبير زي مزع الفرحان، مشاركته في هذا المحفل هو بلا شك كان يأمل أنه يشارك كمغني، لكنه شارك في هذا المحفل، وهذه فرصة كبيرة جيد للجميع. تفاصيل هذا الحفل ترى خالدة عند كل السعودي، طبعا الأبيات التي قيلت تحفظ، الأبيات تحفظ أبدا، إنما اللي شاهدناه اليوم تشريف مولاي خادم الحرمين الشريفين لحفل الافتتاح، شفنا قبله كيف مر على الأجنحة، نعم وكيف زار الجناح الأندونيسي، شيء عظيم جدا. نعم. يوم الثلاثاء القادم العرضة السعودية بتقام في الصالات الرياضية، إضافة إلى ذلك لا ننسى المشاركة الكبيرة من الفنادق والجميع، كله يشارك في هذا لأول مرة أنا أراها من خلال متابعتي القديمة لهذا المهرجان. الجميع يستقطب الأدباء والمثقفين والكل، يعني شيء بصراحة أنا فخور، مساحة للمبدعين. طيب أنا فخور بهذا أكيد منظر نفخر به في هذا المهرجان. أستاذ ماهر، التعليق الأول، أولا خادم الحرمين الشريفين تشريفه وحضوره القيمة الأعلى بكل تأكيد لافتتاح هذا المهرجان، هذا الملك قريب من أبنائه دائما وأبدا في كل المحافل، مساحة للتكريم للتقدير أيضا من الملك لأبنائه كما شاهدنا في المنظر. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وهو باني الجنادرية وباني الرياض، هو عاشق لهذا التراب، هو أكثر مننا على النجاح، فتشريفه قامة يعني توطد الأساس اللي إحنا عليه، قادتنا ونحن نسيج واحد، وأرضنا نسيج واحد، نسمو بالدولة للمعالي، لدينا إرث نفخر به، لدينا تراث، لدينا فكر، لدينا شعر نطلع به كل سنة. جيد، يعني هذه النقطة اللي كنا نتكلم عنها أستاذ عبد الرحمن، شاركنا الحديث فيها، الجنادرية طبعا مشاهد فنية موثقة وأيضا تبقى في الذاكرة، سواء في المساحة الشعرية، المساحة الغنائية، مشاركة النخب من الفنانين، القيمة العالية لو استرجعناها أيضا للناس اللي مروا أيضا في الجنادرية وقدموا هذه القيمة الثقافية والفنية. تفضل. لا 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 لا، 33 مهرجان السابق، في كل مهرجان كانت هناك قصة، كانت هناك ملحمة، كان هناك لا. شعر خلف العتيبي الله يعطيه طول العمر يثرينا، الأغاني محمد عبده وماجد المهندس كانت لا تزال راسخة، نحفظ بعضها. الجانب العالمي اللي ما تدري عنه، المنافسات الشعرية الأدبية السامري العرضة السوق الشعبي المنتجات، يا رجل نحن نتحدث عن ظاهرة لن تستطيع أي دولة أخرى تعملها بيوم وليلة. احنا يعني نقول للعالم جبنا لكم السعودية في هذه المساحة، نعم يعني فإنجاز ضخم ضخم جدا ومشرف. جي. انا اتوقع العام القادم، وانا اتمنى انه يكون شريكنا بالمهرجان دول اوروبيه، امريكا، خلينا نطلع للعالم اكثر. طيب. خلينا نقول لهم من نحن. طيب استاذ عبد الرحمن، في جانب مهم
أيضا فيما يتعلق بالجانب الإنساني للمواطن السعودي اليوم اللي يدخل الجنادرية ويشوف التنوع في الثقافات في أيضا اللهجات المتغيرة مع اختلاف طبعا وكبر حجم المملكة العربية السعودية، سواء في نتحدث حتى عن ما يؤكل وحتى نتحدث عن الحديث مختلف أيضا أحيانا في بعض اللهجات، نتحدث حتى بالأزياء أيضا. اليوم إحنا هذا الشيء نستذكره ليكون معززا للتعايش المواطن السعودي الذي اجتمع طبعا تحت راية هذه الدولة، كيف هو يشوف ثقافة أيضا، يشوف هذا الاختلاف الذي جمع اتفاق لحب هذه الأرض وأيضا العمل لرفعتها، كيف ترى هذه القيمة الإنسانية الكبيرة أيضا ليقدمها المهرجان؟ أولا لابد أن نعرف أن رؤية 2030 نعم هي الجانب الأوسع منها ثقافي وثقافة تعزز القيمة داخل الوطن، وهذه كلها بنشوفها اليوم في الجنادرية الأيام القادمة. هذه واحدة، يعني أنا عشت مرحلة طويلة مريت في مراحل، هذه المراحل اللي جهلونها أولادي بالحكي لا يمكن طبعاً. أو بالتمثيل لا يمكن أنا أمثل لهم كيف أنا عشت كيف درست كيف. هذه المرحلة تقدم في الجنادرية إضافة للمراحل اللي مرت على أبائنا، المراحل اللي على أجدادنا، مراحل التوحيد طبعاً. يعني في كل سنة تشوف مشهد عظيم في الجنادرية، وهذه الآن على اللقطات طبعا لمشاهد تصويرية كانت قبل شوي من الحفل لما يحدث، وكما ذكرت أنت لملامح أيضا وملاحم التوحيد وكيف تصور أيضا للنشط. تفضل. طبعا هي تعزز القيمة الثقافية داخل الأجيال في, 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 في ذاكرة الأجيال، خلينا يعني نأخذها بالعبارة هذه. اليوم مهرجان الجنادرية يعتبر مهرجان عالمي. نعم. بلا شك الجميع ينظر. أنا أتذكر مر مهرجان الجنادرية وأنا كنت خارج السعودية. والله الجميع كانوا يسألوني بالفندق عن المهرجان. تخيل هذا الكلام قبل 10 سنوات. أن يسألون متى وقته وكيف يمكن الوصول إليه. كان وقت الافتتاح ويسألوني عن ليش ما حرصت انه انت تبحث عن التلفزيون وتشوف التلفزيون اليوم. نعم. افتتاح الجنادرية. جيد. فالعالم حتى بالخارج يتابعون هذا المهرجان. لا ننسى يا جماعة الخير، انا بقول للعالم اقتنعوا انه هذا المهرجان والله مهرجان عالمي. كم مرة زرت استاذ عبد الرحمن؟ كثير. انا سنويا. ايه سنويا. زيارات للعائلة. لا اول شيء البداية ما كنت صحفي، كنت ازوره مع العائلة. نعم. بعدين صرت صحفي وشاءت الاقدار اني انا اكون صحفي كتغطية كعمل، وصرت اروح تغطية واعيش هناك من حتى ايام البروفات، ايام الشغل، ايام المشهد، تعايشه من البدايه حتى النهايه. اي طبعا كنت اعيش هذا باعتقادي. الان طبعا نرجع لقطات للحفل، الان بعد قليل سينطلق البريت الغنائي بكل تاكيد، المشهد الفني المنتظر دائما وابدا في الجنادريه، مساحه الابداع الخالده بكل تاكيد، البريتات وايضا ما اجمل ما يكتب خصوصا اذا كان الحديث عن الوطن وأيضا الغناء عن الوطن، وأجمل ما يلحن وأجمل ما يغنى بإحساس عالي جدا يتحدث عن هذا الوطن الكبير. يعني محطات تاريخية عظيمة توثق بكل تأكيد نصا وغناء. We'll be right back.
عاشقك يا وطن يا وطن عاشقي عاشقي لك يا وطن يا وطن عاشقي ما أصعب حدودك منال من يوصلك من يوصلك وما زان من فعل الرجال يستاهلك يستاهلك ما أصعب حدودك منال من يوصلك من يوصلك وما زان من فعل الرجال يستاهلك يستاهلك عاشقي لك يا وطن يا وطن عاشقي عاشقي لك يا وطن يا وطن عاشقي المملكة تشكل جزء أكمل جزء عربية هي منطلق العرب منطلق الكتاب والسنة وأقول دائما وأكررها يكفي العرب عزا أن يكون القرآن نزل على نبي عربي على أرض عربية بلغة عربية هذه نعمة كبرى لكن مسؤولية أكبر علينا كما شاهدنا وإياكم يعني هذا الأبريت أمانة وحديث خادم الحرمين الشريفين عن منطلقات هذه البلاد الطاهرة هذه البلاد العظيمة شيء لفت نظري بداية الأبريت طبعا بكل تأكيد حديث المشاعر ما الموصل إلى خادم الحرمين الشريفين إضافة للنقطة اللي لفتت نظري بداية الأبريت صورة رجال الأمن وهم يدخلون بكل تأكيد نوعات أبريت الجنادرية يناقش أهم القضايا الوطنية وأمانة دائما في القلب شكر عظيم لهؤلاء الأبطال البواسل اللي دائما وأبدا ما يحضرون في كل المشاهد ودائما ما يكون لهم التقدير الأول في كل المشاهد هذا التقدير اللي يجيهم بداية من القيادة لأدوارهم العظيمة أمانة وأيضا التقدير اللي يجيهم أيضا من الشعب لهذه الأدوار العظيمة أبطالنا على حدودنا يحفظون هالدار يحفظون هالدين بكل تأكيد هالأرض بمقدساتها بمقدراتها الله يحفظهم دائما وأبدا لهم مساحة كبيرة بالقلب وأنا أمانة يعني دائما وأبدا حضورهم بالنسبة لي مؤثر لأنه أنا أشعر تماما أنه كثير أيضا الناس تشعر بهذا الأمر يستشعرون الجهود العظيمة اللي يقدمونها بدمائهم أيضا بأرواحهم لهذا البلد الطاهر قيمة عظيمة بكل تأكيد حضرت في هذا الأبريت إضافة للقيم العظيمة الأخرى الموجودة فيه بكل تأكيد بداية استشعارا واستذكارا للملوك البررة رحمه الله طبعا بكل تأكيد وما قدموه لهذه البلاد الطاهرة وأيضا للمنطقة بشكل كامل بكل تأكيد حتى وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه كما رأينا طبعا من كلمات دائما يتحدث بها هذا الملك الأب أيضا تقديرا للجهود العظيمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذا الرجل اللي قدم الكثير والكثير واللي يعمل ليل نهار لأن تكون المملكة العربية السعودية دائما في المقدمة أستاذ ماهر كما شاهدنا وإياك يعني هذه المشاهد الرائعة أمانة ودائما ما نقول أنه الأبريت هو القصة بكل تأكيد للواقع اللي تنقل طبعا مشاعرنا تفضل كنت أكتب الكلمات في البداية اليوم القصة الحد الجنوبي جنودنا البواسل صقورنا في السماء جيشنا حامي وطننا اليوم قصة وفاء جميلة لمن بذلوا أرواحهم لمن رفعوا السلاح ضد الأعداء لمن دافعوا عننا لمن جعلونا ننام بأمن كل ليلة طبعاً. فهذه رسالة عظيمة جدا لجنودنا المخلصين الأوفياء نعم والشهداء منهم الله يغفر من توفى منهم طبعا ويتقبلهم شهداء آمين. أستاذ عبد الرحمن كيف شاهدت الأبريت الآن نشاهد يعني الأزياء المختلفة لكافة الثقافات داخل المملكة العربية السعودية أبناء وطن واحد يدافعون عن هذه الأرض بكل ما يملكون من قوة سواء يدافعون بالسلاح أو بالكلمات بلا شك أنه أبريت افتتاحيته عظيم نعم الصوت. خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه لنا اللهم آمين والسيرة اللي قدمها للملوك رحمة الله عليهم
السابقين والتوحيد على يد المغفور له الملك عبد العزيز بلطر. هذه الحد بحد ذات هذه شيء عظيم بالنسبة لي، إضافة إلى اجترار مشاعر الشعب. نعم بالتأكيد مشاعر الشعب كله مع مع أخواننا طبعاً. الأخوان اللي في الحد الجنوبي يعني هذول أخواننا وابناء عمومتنا وربعنا، فمشاعرنا هناك وهم يدافعون عنا وعن الوطن. بالتالي هذا الأوبريت بداية افتتاحيته اجترى لمشاعرنا مؤثر، إضافة إلى أنه مختلف من ناحية موسيقية. نعم الدرامز المارش العسكري افتتاحيته الصورة كانت كاملة في هذا الأوبريت العسكر، يعني إشارة إشارة للتقدير للجيش. أنا أشوف يعني لما تجي واحد خلينا أنا نكون صريحين، يلا لما يجيب لك واحد من الخارج واحد مش سعودي ولا هو خليجي، أقول له تهذول هذه الأزياء إيش رأيك فيها؟ يفكرها أزياء ثقافات مختلفة، أزياء ناس يعني أزياء مسرحية، ما يعرف إنه هذه الأزياء حقيقية، هذه ثقافات وطن، ثقافات كثيرة موجودة عندنا على المسرح في وطن واحد. تبهر تبهر. هذه نقطة مهمة بنرجع لها، لكن خلينا نشوف بعض اللقطات من الأوبريت اللي الآن هذا الأوبريت الجميل، وبنرجع نعلق على تعدد الثقافات اللي فعلا أمر ربما يدعو للذهول، تعدد الثقافات وأيضا المحبة الكبيرة والاندماج الكبير والتلاحم الكبير. خلونا نشوف أجزاء من الأوبريت ونرجع نستكمل الحديث. إنما الزاد زاد التقوى
طبعا بكل تأكيد كما شاهدنا أيضا مقتطفات من الحفل اللي يقام الآن، وأيضا هذا البروجيت الكبير جدا، هذا العرس والتظاهرة الثقافية الكبيرة. أستاذ ماهر، بأسألك عن نقطة أثارها الأستاذ عبد الرحمن. بكل تأكيد لو جيت الواحد أجنبي ما يعرف المملكة العربية السعودية، شاف هذا الكم الكبير من الثقافات المختلفة، أكيد أمر للذهول قيمة أيضا التلاحم الكبيرة، ثقافات مختلفة لكنها متلاحمة بشكل كبير بناء على قيم زرعتها القيادة في هذا الشعب منذ التوحيد على يد طبعا المؤسس الملك عبد العزيز وبعدها أبنائه الملوك البررة. بالتأكيد هذه أجمل جملة سمعتها عندكم قبل شوي. أنا قاعد أرسم على الورقة أنه عندي أنا فلكلور جميل بألوان زاهية في عسير، فلكلور نعم. أجمل في المنطقة الغربية في الشمالية، الموروث النجدي في العرضة والسامري، في جنوب المملكة في الشرقية في الأحساء. احنا لميناها كلها فأصبحت يعني كأكبر باقة ورد جميلة متجانسة بهجة للناظرين، يعني الانسجام فيها واضح، عروقهم واحدة. يعني كلمة سعودي لأي شخص هي عبارة عن كلمة فخر، لا يعني لن تجد سعودي جيد عشق هالأرض يفكر في غيرها، جيد ما يبي بعد السعودية إلا الجنة. طيب يعطيك العافية بكل تأكيد يعني ضيفنا من الدمام الكاتب الصحفي الأستاذ ماهر البواردي، شكرا لحضورك معنا وأيضا شكرا لمشاركتك لنا في هذه الحلقة. أخيرا أستاذ عبد الرحمن، يعني أبغى كذا تحليل فني عن الأوبريت في مساحة ضيقة، عذرنا لضيق الوقت حتى ننهي الحديث طبعا عن هذا الحدث الضخم والمهم. يا أخي أنا استفزتني المجرور والمجاميع اللي تشتغل على المسرح تمثل أهل مكة وأهل الطائف والكعبة وهذه رسالة من بس أنت طبعا استفزاز إيجابي بين اللحن طبعا والصورة أنت طبعًا النقطة هنا عندك المهمة أنه اللحن متناسق مع الصورة أكيد ومتناسق مع الهدف اللي تكلم عنه مولاي خادم الحرمين الشريفين نعم. هذه ناحية. ثم الآن سأعرج على كلمة واحدة أنه الملحن طلال هذا سبقت له تجارب عظيمة هو لحن أوبريت خليج الكبرياء، والله ما زالت بعض الجمل في راسي إلى الآن من 2001 افتتاح بطولة الخليج. هذا ملحن عظيم واللي جالس يقدمه في هذا الافتتاح افتتاح مهرجان الجنادرية عمل يليق بهذا المهرجان. كل الشكر لك ولحضورك طبعا معنا هنا في الاستوديو والكاتب الصحفي عبد الرحمن الناصر، شرفتنا. الله يشرفك. الله يعطيك. انا سعيد فيك، سعيد اليوم نحضر هذا الافتتاح السوي. الله يديم السعاده، شرفتنا. انت ملك من قبل لا تصبح ملك، وانت الذي تامر وشعبك قده، الدار دارك والوطن كله لك، وافعالك تحير شعوب تعدها. انت ملك من قبل لا تصبح ملك، وانت الذي تامر وشعبك قدها، الدار دارك.